كيف نصلي على أفضل الخلق أجمعين؟ الطريقة المثلى، الطريقة التي تجزينا خيرا، بأي صيغة من الصيغ. إذا قال الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، أو قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الصلاة التي في آخر التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. حتى إن العلماء في أذكارهم وأولياء الله الصالحين في أذكارهم وفي قربهم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم وضع صلاة تسمى بالصلاة النارية أو التازية نسبة إليه. الصلاة النارية هذه لشدة عندما يعملها الإنسان ويصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، بقلب صاف وبوجدان يلجأ فيه إلى ربه سبحانه وتعالى، يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء، كأن الدعاء ينزل على الفور، فالدعاء يسري مباشرة ويقبل مباشرة. هذه الصلاة تقول اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. إذا قال الإنسان هذه الصيغة بعدد معين، أنا لا أريد أن أذكر هذا العدد، لكن نحتاج إلى عندما نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون القلب حاضرا. أيوة. أن يكون القلب حاضراً. مشغولا يعني بهذه القضية الحالة الروحية. القضية ليست على الإطلاق بعدد المرات، لكن هي حضور القلب، حضور القلب والخشوع. لكن إذا حضر القلب في مرة بيتلوه الحضور في الثانية. صحيح، صحيح. وبيتلوه الحضور في الثالثة. ليه سموها الصلاة النارية؟ لأنها تشبه النار في سرعة الاستجابة. أيوة، أيوة، في الاشتعال، في الاشتعال. وسميت التازية نسبة إلى الشيخ التازي المغربي الذي قال بها. يعني فضلتك متبحر في 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 صيغ وطرق وأوراد وأشياء من هذا القبيل الكثير، يعني الأقرب لقلبك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأقرب عندما يكون الإنسان ذاكرا وقلبه منشغل بهذه الحالة من الذكر ومن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة العبادية. يعني مثلا في مثلا ناس تروح الحضرة، الحضرة والحضرة فيها ذكر وبيدخلوا في الذكر وتقريبا يعني ربما ينسون أنفسهم وينسون اللحظة وينسون التاريخ والجغرافيا وينشغل بالذكر. هل مثل هذه الأذكار مشكورة أم منكورة؟ الأمر ورد في قول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله، قد يقيد بزمن في الحج واذكروا الله في أيام معدودات، لكنه إذا لم يقيد بزمن في هذا بالنص فالأصل فيه الإطلاق، والإطلاق يشمل الهيئة. واذكروا الله على أي نحو كنت، من جلوس أو من قيام أو من اضطجاع أو من مشي أو من ركوب في سيارة أو وأنا في المزرعة أو وأنا بأبحث. حالة البحث نفسها مع استحضار القلب هي ذكر لله سبحانه جميل وتعالى. جميل. فالإطلاق يبقى على إطلاقه. نذكر ربنا في بانفراد ولا في جماعة؟ لم يأتي تحديد في النص الشرعي. ولذلك كل هذه الصيغ داخلة في الإطلاق. واذكروا الله على أي حالة كنتم، فرادى أو جماعات، مضجعين أو كنتم قاعدين أو كنتم جلوسا أو كنتم تمشون أو كنتم إلى آخره يعني. وبناء على ذلك هذه الحالة التي تكون في الذكر الجماعي لا مانع من شرعا، لم يرد ما يأتي، لم يرد نهي من الشرع، شرع الشريف عن هذه الحالة، حتى وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها في زمنه، حتى وإن لم يكن الصحابة الكرام اجتمعوا على ذكر
فضلا عن أن الروايات واردة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان ينتهي من الصلاة ويسلم كان الصحابة يعلمون اللي هم خارج المسجد يعني متى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، يعني اللي هو جاي متأخر عن الصلاة أو اللي منع عذر أو اللي شيء من هذا القبيل ما صلاش مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى انتهى رسول الله من الصلاة بتهليل الناس بصورة أيوة. جماعية تهليل وتكبير تهليل بزبط. وتكبير حتى احنا عندنا في بلدنا كان بعد الصلاة كلنا في صورة جماعية نذكر ربنا ثلاث مرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أخذا بمذهب المالكية في هذا الشأن. فالشاهد في هذا أن الأمر ورد حتى وإن لم يكن، مع أنني قلت بأنه ورد عن رسول الله أنهم كانوا يذكرون بعد الله تعالى جماعات بصورة جماعية بعد الصلاة، حتى وإن لم نعول على ذلك فليس كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن لا نفعله نحن. صح. لا. بل هناك تروكات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لكنه لم ينهى عن شيء فيها، ما دام أنه لم ينهى ولم يكن هذا الترك أو لم يكن هذا الذي سنحدثه فيما بعد أو الذي سنوجده فيما بعد يصادم أو يعطل حكم من أحكام الشريعة فهو مشروع.